تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام قد خانها مع إحدى الفتيات من دون ذكر هويتها. وما أن انتشر الخبر حتى سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى شن هجمة كبيرة عليه، مطالبين أحلام بالانفصال عنه لأنه لا يستحقها. إلا أن أحلام ورغم الأخبار المتداولة فاجأت الجميع بتصرفاتها، فقد ظهر الثنائي بفيديوهات جريئة وقبولات وأحضان، الأمر الذي عرضهما لانتقادات عديدة من الناشطين الذين اعتبروا أن هذه خصوصية ولا جدوى من نشرها أمام الرأي العام، فيما أشار آخرون إلى أن أحلام تعمدت نشر هذه المقاطع كي تؤكد على علاقتها الجيدة بزوجها وأنها لن تتخلى عنه مهما كلف الثمن. ودافع مبارك الهاجري عن الفيديوهات الجريئة التي ظهر فيها مع زوجته أحلام، وذلك خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، حيث وجه له مقدم البرنامج سؤالاً محرجاً على الهواء جاء فيه: إيش نفهم من هذه الصور؟ كلها بوس وقبلات، ما في خصوصية. فرد مبارك قائلاً: يا أخي هذه فنانة وزوجتي، يا أخي نحن عندنا حياتنا بهذا الشكل. وردنا على قول إن المجتمع محافظ ولا يتقبل هذه النوعية من الصور، قال: أنا مو إنسان عادي، وهذه شخصية عامة مو إنسان عادية، فنحن هذه حياتنا. وأردف: لو أنا ما دلعتها، مين يدلعها؟ وعند سؤال مبارك عن غيرته على أحلام علق قائلاً: أغار عليها، زوجتي هاي أم عيالي أكيد بغار عليها، مضيفاً: أم فهد امرأة قوية وجدعة وقيادية. الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو أظهر الفنانة الإماراتية في جلسة تصوير حميمية برفقة زوجها مبارك، وظهرت فيه وهي تستقبله وتحتضنه معلقة: تمرض قلبي بحبك، كسر حاجز كسر أنون، كل عام وأنت هدية ربي لي، كل عام وأنت حبيبي وزوجي ونور عيوني وأخوي وأبوي وصديقي وظهري